بدأ العد التنازلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي. حقق الأهلي فوز في لقاء القاهرة بهدفين مقابل هدف، ولكن لسه الأماني ممكنة في تحقيق نتيجة كبيرة وعريضة في كازابلانكا للعودة بالأميرة السمراء إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة قلعة البطولات والفوز بهذه البطولة، البطولة رقم 11. حلقة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي عبر منصتي لا كورة وجي ال سي سبورتس هنتابع بالكواليس والأخبار والمصادر بعض الأمور الهامة جدا على لقاء الذهاب، وكمان هنعمل إطلالة على لقاء العودة في ظل أخبار كتيرة جدا بتتردد على السوشيال ميديا. النهاردة هنحسمها وهنقول لكم على مفاجآت عديدة، لكن نبدأ بسرعة واروح لزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الفل يا محمد، مساء الفل لكل متابعي في كتفك أهلي مع جي ال سي عبر منصتي يلا كورة جي ال سي. أكيد ماتش الذهاب حتى من كلامك أنت في الإنترو الناس كلها زعلانة، وحس كده في حالة من حالات الإحباط، وكأن الأهلي تعادل أو خسر، وإن كان ده مش ده الموقف بالفعل، الأهلي كسب 2-1، لكن الفكرة اللي مخليه الناس عندها الشعور ده إن سيناريو الماتش كان يوحي بأن الأهلي يقدر يخلص التنافسية كلها من القاهرة. هي دي النقطة اللي مزعلة الناس كلها. أنا مش مع طبعا يعني إن إحنا نثبت حالة الإحباط ونصدرها ونفضل مكملين عليها، ده أمر خطر ان انت تخش الماتش العودة وكأنك انهزمت. تعال كده نعمل فلاش باك كده ده 2006، وبعد ماتش الذهاب قدام الصفاقسي 1-1 كان في القاهرة. وامتى بقى؟ في وقت الاهلي ساعتها كان معود جمهوره بقاله سنتين ما بيخسرش بطولة، البطولة الوحيدة اللي بيخسرها كاس عالم الاندية بس، انما دوري كاس سوبر مصري بيكسب، دوري ابطال افريقيا سوبر افريقيا 5-5 بيكسب. يعني مواضيع منتهيه وخلاص، والناس اتعودت، عارف انت التعود خلاص. ماتش الصفاقسي لك انت تخيل حاله الناس وهي خارجه من الاستاد عامله ازاي. الموضوع طبعا كان صعب جدا جدا جدا، الناس بتقول خلاص الاهلي هيخسر الايه البطوله. انت تعالت في ارضك، وبعد كده جوزي طبعا عمل هو فرقته الاعجاز بهدف ابو تريكا والفوز في ملعب رادس. اللي عايز اقوله ان الناس محتاجه انها تبص بمنظور مختلف. الـ2-1 طبعا 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 كان يمكن ان تكون نتيجه افضل، وانا وانت متفقين لو الاهلي كان راح كازابلانكا وهو متقدم 3-0 في وجهه نظري كان هيبقى دور الوداد في المباراه ان هو يجهز مراسم التتويج، وكنا بس يعني هنلعب 90 دقيقه يعني عشان ويحاول يحسن صورته عشان الشغلانه بس مش اكتر، انما التنافسيه صعبه انتهت. سفين فان دي بروك بصراحه الشوط الثاني قدر ان هو يعمل بعض الامور الفنيه اللي قدر يجيب بيها مبتغاه، واعتقد هم ما كانواش مصدقين بعد السيناريو بتاع الماتش ان هم يوصلوا ان هم يجيبوا هدف. انت شايف الماتش بصراحه يعني وان سايد جيم، وان كان برضه الوداد ضيع فرص يعني عشان برضه نديهم حقهم، بخلاف الهدف عندهم كوره في القائم وفي فرصه بتاعه زهير المترجي في بدايه الشوط الثاني، وفي كوره اعتقد لسامبو والايمن الحسوني ايمن الحسوني لما صدها مصطفى شوبير بالظبط كانت انفراد. بس السيناريو بالكامل يقول لك لا، في فجوه فنيه بين الاهلي والوداد، الاهلي فعلا افضل. وحتى لو قارنا بين النسخه دي ونسخه السنه اللي فاتت بتاعت وليد الدجراجي، حتى والوداد كسبان 2-0 بس كان بيلعب حاجات مرتده فاهمني، والاهلي برده كان وحش، الاهلي كان بيلعب كرات طوليه قوي. فاللي عايز اقوله لا، النادي الاهلي وضعه احسن، احنا بس كل همنا وكل الناس اللي بتسالني عليه من ساعه الماتش ما خلص، ماتش الاياب هنلعبه ازاي تحكيميا في ظل موضوع مملكة سيما وفكره ان هو ربما تكون المباراه الاخيره له. طيب كريم بقى يبدو كده ايه هنسخن بدري لان النهارده عندنا اخبار وكواليس مهمه جدا على الاحداث المصاحبه لنهائي دوري ابطال افريقيا. كريم انا بقالي اكتر من حوالي اسبوع من ساعه تعيين مملكه سيما عمال اقرا اخبار مباراه الاعتزال. احنا نتفق طبعا ان هي مباراه تكريم، لان حتى لما سالنا الناس في الكاف قالوا هي تكريم عشان الراجل ما راحش كاس عالم، بس في فرق بين التكريم والاعتزال. التكريم ان في حد حس ان هو مظلوم فبيديله مباراه كبيره عشان تكريما ليه ان هو حكم كويس. أوكي. الاعتزال ده قرار تم اتخاذه وابلغ بيه الكاف ان الراجل خلاص هيعتزل. طيب انا هقول لكم على مفاجاه، وده خبر بنسبه 100% رسمي. ليه بقى؟ اللي هيعتزل ده هل ينفع يوقع على عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي الشهر قبل الماضي بعقد لمده سنه؟ اكيد لا. اولا مملكه سيما وقع عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في شهر ابريل الماضي
على هامش معسكر حكام النخبة اللي اتعمل في القاهرة في الفترة من 12 إلى 16 إبريل استعدادا لمباريات دور الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا، وتم اختيار 15 حكم أبرزهم من حكام الخبرة مملكة سيما ومصطفى غربال. هذا العقد ممتد حتى إبريل 2024. العقد ده برقم مادي جيد جدا قد يتخطى ما يقرب من حوالي 20,000 دولار شهريا. وبالتالي هل من المعقول ان حكم مضى هذا العقد الشهر قبل الماضي وامامه حتى ابريل 2024 يعتزل لمجرد اداره نهائي دوري الابطال؟ اكيد لا. المعلومات دي معلومات مؤكده ومن مصادر رسميه وكلام موثق جدا ان مملكه سيما مضى هذا العقد مع 15 حكم. ابرز المستبعدين رضوان جيد، ماجيتي نيداي، وبكاري جسامه. لكن تم الاستقرار على استمرار مملكة سيما كحكم محترف بيتقاضى راتب شهري من الفيفا والكاف حتى إبريل 24. دي جزئية. الجزئية الثانية، لو الناس بحثت شوية حول تاريخ ميلاد مملكة سيما، مملكة سيما مواليد ديسمبر 1980، يعني في ديسمبر المقبل هيتم 43 سنة. وسن الاعتزال بالنسبة للحكم الدولي إذا رغب في الاعتزال رغم أن الفيفا ممكن يديله فرصة أنه يكمل بعد 45 كحكم تقنية فيديو، 45 سنة. يعني الراجل لسه في عمره باقي سنتين ونصف. ما هو الداعي للاعتزال وهو لسه عنده أمم إفريقيا في 2024 وتم اختياره من ضمن حكام النخبة ووقع عقد احتراف؟ إذا المعلومات التي تلقيتها من مسؤولين في الاتحاد الإفريقي، مملكة سيما لم يخترهم أبدا بفكرة الاعتزال ووقع هذا العقد الشهر قبل الماضي للاستمرار معهم كحكم محترف حتى إبريل 2024. دي المفاجأة. دي معلومة طبعا خطيرة جدا، خصوصا طبعا أن الجانب المغربي أو الإعلام المغربي مع بعض من مصادر داخل الكاف حته طبعا تكوين ماتش هي اللي دخلت في سكه الاعتزال. الاعتزال وان هو بيتكرم دي اخر مباراه. انا على المستوى الشخصي اتمنى انها ما تكونش اخر مباراه، لان لو اخر مباراه تبقى بتعمل حسابات مختلفه يا محمد. وجربناها قبل كده مع عبد الرحيم العرجون في 2007 الحكم المغربي الشهير طبعا. لما حكم ماتش الاهلي والنجم الساحلي وكانت دي اخر مباراه له. فايه اتمنى طبعا، يعني اكيد انت عندك مصدرك في المعلومه دي، واحنا نتمنى ان دي فعلا ما تكونش المباراه الاخيره بمملكة سيما. لان فعلا وطبعا مش عايزين برضو ننسى حاجه، ان مملكة سيما كمان عنده وقعه مع فوزي لقجع، اكيد يعني وقعه في نهائي الكونفدراليه كانت وقعه مؤسفه وصلت لحد التعدي بالضرب وتم تقديم شكوى في لجنه الانضباط. بالظبط. فكل هذه الامور احنا بنرغب في ايه؟ احنا بنرغب ان المباراه تبقى تحكيميا فير. اديني حق، يعني ادي الوداد حقه وادي الاهلي حقه، وسيب الكوره هي اللي تحسم اللقب. اكيد ده بيبقى شيء مهم. صح. وتاني انا بقول اهو، السنه اللي فاتت الناس مثلا ممكن كانت متضايقه من فيكتور جوميز في بعض القرارات، بس انا كنت شايف ان قرارات مش مؤثره بكل امانه. يعني وليد الرجراجي مع الوداد السنه اللي فاتت في وجهه نظري توجوا باللقب كوره الاهلي كان وحش فعلا. ماتش الفاينل ما كانش فيه خطا تحكيمي مؤثر خالص، مفيش، والاهلي فعلا كان وحش. يعني بخلاف المشاكل اللي قبل المباراه في حته اختيار الاستاد واختيار الملعب وان المباراه تتلعب في كازابلانكا اشمعنى وده كان مرشح ولم يتم اختيار استاد القاهره او استاد محايد طالما انت كنت بتلعب مباراه الفاينل من مباراه واحده. خلاص اللي حصل حصل، بس انا اتمنى السنه دي ان احنا نبقى برده مباراه ما فيهاش امور تحكيميه الناس ما بتتكلمش عليه. خلي نفسنا مره نركز في الملعب. نهائي دوري ابطال افريقيا ما يبقاش عليه كلام على التحكيم، ما يبقاش عليه كلام على ان حصل خطا ودى المباراه من حته لحته. فاهم قصدي؟ عارف اكبر دليل لكلامك ايه؟ ان الكلام كان على السوشيال ميديا كتير قوي، الاهلي هيتقدم بشكوى ضد الحاكم الليبي وان الاهلي هيتقدم باعتراض على مملكه سيما. انا باكد لك يا كريم كل الكلام ده مش حقيقي وما حصلش ومش هيحصل، والاهلي مركز في الملعب كويس قوي عشان يروح هناك يبقى تركيزه في الملعب. ومعلومه مملكه سيما اعتقد هتفرق كتير جدا في مفاهيم بعض الناس طبعا لغايه مباراه الحد. يعني وده انفراد، ده انفراد للبرنامج هنا طبعا، واكيد هتشوف الانفراد ده على يلا كوره وعلى صفحه جي ال سي سبورتس على الفيسبوك ان مملكه سيما محمد بياكد ان دي مش المباراه الاخيره له. واعتقد دي معلومه كمان، اعتقد خلي بالك يعني عايزين برضو نقول حاجه، ان المعلومه القديمه ان الماتش ده ماتش اعتزال مملكه سيما واصله بصوره كامله للجهاز الفني للاهلي، بدليل مارسيل كولر لما اتسال جاوب عليها بتاكيد انه واضح عنده اسبقيه، يعني المعلومه عنده في مسبقه. مثلا حتى هو ايفي لو اتسال محمد كان طبيعي هيقول لك ايه انا اول مره اسمع مثلا المعلومه دي، ايه ده، كان يبدي اندهاشه. هي المعلومه انتشرت بشكل كبير جدا في المواقع والسوشيال ميديا. نعم. ولكن لما تسال الناس في الكاف قالوا لي ما حدش بلغنا، هو ما بلغناش انه هيعتزل،
احنا اخترناه لانه اكتر حكم خبره. نعم. وتكريما ليه لانه هو ما راحش كاس عالم وبملاك. أيوة. من النوع اللي بيشتكي كتير وزعلان وما راحش كاس عالم وحاسس ان هو اتظلم بالمقارنه اللي حصل مع جانيس الكازوي وبكاري جسامه. نسير الجدل نسير الجدل. انت معلومتك صح ماشي تمام لا خلاف عليها. افرض بقول افرض بعد المباراه بملاك تسيم قالنا اعتزل. هنا هنوجه سؤال ده هنا هنوجه ده ده هيبقى في ده هنا بقى ساعتها هيبقى في قضيه كبيره. انت حكم وقعت في شهر ابريل تعاقد انك حكم محترف بتتقاضى راتب شهري رقم كبير على فكره رقم كبير جدا على الحكم ممكن في الشهر ما يديرش غير مباراتين او ثلاثه في افريقيا مثلا ولسه عقدك مكمل لغايه ابريل 24 ما هو الداعي او ما هو المعروض عليك عشان تستعتزل وتترك هذا العقد بعد هذا النهائي؟ يبقى نشوف النهائي. يبقى ننتظر لغايه لما نشوف النهائي وبعد النهائي هنشوف بملاك تيم هيقول اول حاجه الماتش هيمشي ازاي ان شاء الله باذن الاهلي يتوج باللقب بس اكيد احنا كميديا وكاعلام هنشوف بملاك تيم بعد المباراه دي المعلومه دي هينفيها ولا هيثبتها واكيد هنكون معاكم هنا في برنامج في كتفك يا اهلي مع جي ال سي عبر يلا كوره وصفحه جي ال سي اكيد هنرصد لكم بالتعاقد ده. هو لسه قدامه ما يقرب مثلا من حوالي نص مليون دولار لغايه لما ينتهي العقد. انا مش عايز اقول لك المبرر الثاني اللي يخليه يفسخ العقد بنشوف لكن هو تعاقد وبقى حكم محترف ومستمر طبقا للمعلومات حتى الان. نستنى طيب مباراه الذهاب الفوز 2-1 هي لو كانت انت متاخر بهدف وجيت في اخر 10 دقايق جبت جولين مثلا يعني كان الوضع اختلف طبعا كان الوضع اختلف صحيح. بس في نقطه مهمه كان هيختلف شويه بس خلي بالك محمد اللي بيرسم تفكير المشاهد والمتفرج والجماهير بشكل عام هو سيناريو الماتش نفسه. الماتش نفسه السيناريو بتاعه ماشي ازاي بعيد عن الاهداف بس تبقى الناس مركزه معايا. احراز الاهداف شيء وسيناريو الماتش حاجه تانية. ساعات وانت بتتفرج على الماتش بس بخلص 1-0 بس تطلع تسال يقول لك ايه لا لا انا راضي جدا 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 على الفريق. ليه؟ هم فعلا عملوا كل حاجه بس كان عندهم باد لك وكان عندهم سوء توفيق في انهاء الهجمات بس انا مرضي. في ماتش تاني تلاقي مثلا الفريق كسب 2-0 او 3-0 والناس خارجه زعلانه. ليه؟ لان هم شافوا ان الاهداف مثلا جم من هجمات مرتده او جم من اخطاء دفاعيه للفريق المنافس. سيناريو الماتش هو اللي بيتحكم في تشكيل عقل المشاهد لصوره المباراه عنده. اول شوط بصراحه الاهلي عمل شوط نموذجي مثالي والهدف في توقيت مثالي لا والشوط كله يعني انت اصلا مستني الجون ده من اول 5 دقائق مظبوط. انت شايف الوداد ده الوداد اول 10 دقائق يا جماعه كميه ميس باس. انا عايز اقول لكم النادي الاهلي في المباراه دي عمل فوق ال 520 تمريره. نادي الوداد عمل 274. نسبة الافشنسي او النجاح او النجاح للنادي الاهلي في التمريرات يا محمد تعدى ال 80%. نادي الوداد 70%. ف هنتكلم في ارقام تقريبا الضعف. مظبوط. حتى الاستحواذ الضعف. الركنيات انا اعتقد الضعف ما بين الفريقين. التصويبات على المرمى كانت الضعف. هنتكلم لا في فجوه حصلت في المباراه دي. الهجمات خلوا الاتاكس الهجمات الاهلي عمل فوق ال 100 هجمه يعني اللي هو اللي انت بتستلم الكوره وبتتجه ليه مره المنافس دي وكان في تنوع في الهجمات كمان دي بتسمى هجمه ان انا عندي الانتنشن ان انا اهاجمك. الوداد اقل من 50 ده ارقام ايه مباراه نهائيه. فاحنا بنتكلم لا النتيجه فعلا لا تعبر عن سيناريو او سير الماتش. واللي بيتفرج اللي محب النادي الاهلي اكيد كان يتمنى نتيجه افضل. عارفين ليه الفرحه عارف يا محمد ليه الفرحه العارمه في الوداد لانه عارفين في المغرب بيعرفوا يكسبوا 2-3 لان هو ما تخيلش ان ماتش بالمنظر ده يطلع بالنتيجه يخلص بالنتيجه دي. هو فرحه عارمه وحاجه تانية هو عارف لو الاهلي كسب 2 ما هو شاف الرجاء في السنه دي والسنه اللي فاتت صعب يكسب الاهلي 3 في المغرب. صحيح. صعب يعني حتى السنه فاتت لما كان الوداد في قمه توهجه ما عرفش يكسب الا بهدفين. صحيح. مثلا يعني طب كريم ماتش العوده نلعب بنفس التشكيل اللي ادى الشكل التكتيكي زي ما انت قلت كده بشكل مميز ولا ممكن نجري بعض التغييرات على بعض المراكز؟ شوف عشان تجاوب على السؤال ده في سؤال قبليه لازم هو اللي يجاوب عليه وبالتالي بناء عليها هتحدد التشكيل. ايه هو السؤال بقى؟ الاهلي في كازابلانكا هيبدا ضغط بطول الملعب ولا هيلعب زون ديفنس؟ وتعالى كده نعمل فلاش باك لماتش الرجاء في دور الثمانية عشان نقدر نستشف وماتش مشابه نفس الظروف بكل حاجة. وإن كان حتى يعني ربما البعض هو الوداد هو متصدر الدوري في المغرب
بس الرجاء في الفتره الاخيره كان بيلعب كوره لحد ما احلى من الوداد. حتى في ماتش الديربي في الدوري الرجاء كان هو اللي قاب قوسين او ادنى من الانتصار لولا يعني ركله الجزاء في الوقت الضايع اللي خلى الوداد يتعادل 3-3. انا بشوف ان كولر قدام الرجاء كان كسبانها 2-0 وراح هناك لعب زون ديفنس. والشوط الاول لو تفتكر كلنا كنا بنتكلم على الفصل اللي حصل ما بين كهربا في خط الهجوم ونص الملعب، الفريق كله كان بيدافع وكهربا معزول والاهلي تقريبا ما كانش له اي هجمه على مرمى الرجاء في الشوط الاول باستثناء الكوره اللي كان كهربا بيطالب فيها بركله جزاء لو تفتكر. هل كولر ممكن يعمل زي دي ويسيب الكوره؟ بس الوضع هنا مختلف، الرجاء كان عنده مسافه طويله وكان مغلوب 2-0 وبالتالي محتاج 3 جوان. يعني حتى لو جاب الهدف الاول هو ما وصلش لايه لمبتغاه. طيب هنا الوداد في وجهه نظري السؤال بالنسبه له اسهل، هو عنده تكتيك واحد هيعمله، انا هفرم نفسي على قد ما اقدر لغايه لما اوصل للجون، بعد الجون انا مش هخلي الاهلي يلعب كوره دقيقتين على بعض. ده متوقع فعلا، الناس كلها بتتكلم في نفس الفكره ديت، ان الكره في افريقيا سهله شمال افريقيا كده. والسؤال سهل بالنسبه للوداد، سؤال سهل مش محتاج، يعني فاندربروك مش محتاج ان هو يتعب نفسه يا جماعه، من الاخر كده واحنا بكامل لياقتنا واكلين كويس جايين من الفندق واحنا فريش والدنيا حلوه هنبدا ونستغل الدفعه الجماهيريه هننزل او من الدقيقه الاولى بالظبط نموت نفسنا على جون. ما لا ما فعلا، بس كل ما يتاخر الجون كل ما هيبقى ازمه للوداد. مش قصدي، بص في الاخر تخيل انا وانت دلوقتي اهو، انا وانت اهو احنا الجهاز الفني للوداد ماشي مظبوط، هنبدا نحسبها وهي احتمالات يعني كل مدير فني كل جهاز فني اصلا بيعمل بيحط احتمالات، ولا هيصد ولا هيجيب جون اكيد. انا وانت اعتقد اكتر احتمال هنتفق عليه لا ان احنا واحنا نازلين بدايه الماتش فريش وفي كامل لياقتنا البدنيه والدنيا والجمهور سخنان جدا ولسه رافعين التيفو وعاملين الدخله والدنيا ومولع لهم كام شمروخ والدنيا حلوه كده وفي اثاره ومتعه، يلا بينا ايه دلوقتي نهجم. مش هينفع نهجم اكيد البدايه والدفعه الاولى هتبقى فيها هجوم، مش هينفع نهجم في الشوط الثاني او نلعب في الاول بتوازن وبعد كده نهجم، لا من الاول خلص. وهي لعبه قمار، لا جت لا ما جتش. طيب قدر الامكان يعني عيشناكم في الحدث شويه من اخبار ومعلومات وكواليس عن لقاء الذهاب، ولكن لقاء العوده ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه ونعمل نتيجه ايجابيه. لكن فقره السبوره اكيد في بقى تفاصيل فنيه كريم رصدها ومركز عليها وهنتكلم فيها، ولكن نطلع نشوف فقره السبوره. يلا بينا محضر لنا ايه؟ يلا بينا. ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة، لأن فقرة السبورة فيها تفاصيل فنية مهمة جدا على مباراة الأهلي والوداد، وإحنا بنتكلم على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي اتلعبت على استاد القاهرة الدولي. كريم محضر تفاصيل فنية مهمة جدا على لقاء الذهاب، وأكيد في شغل تكتيك تام من كلا المدربين. أكيد يا محمد، وطبعا إحنا كنا بنتكلم قبل المباراة دي كان في ما يشبه ماتش الشطرنج ما بين فاندربروك المدير الفني لنادي الوداد ومارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي. والشغل في وجهة نظري الناس كانت متخيل هو عند مارسيل كولر، لا الشغل كان القرار كان عند فاندربروك لان هو استلم الفريق اللي بيتابع الوداد السنه دي. الوداد مع جاريدو كان حاجه، وبعد ما الوداد ترك جاريدو ولحق انه يجيب فاندربروك قبل ماتش سان داونز حاجه تانية. فاندربروك ببساطه لما هيبص على السنين اللي فاتت وخصوصا مباراه وليد الرجراجي السنه اللي فاتت في الفاينل والشغل اللي اتعمل قبليها، هيبدا يقول لك والله انا هعمل شغل عكس اللي عمله الرجاء مع الاهلي في دور الثمانيه. لو تفتكر احنا في كتفك الاهلي هنا في تحليل ماتش الاهلي والرجاء في ماتش الذهاب والعوده قلنا ان الفريق هيهاجم الاهلي وهيضغط عشان ما يكررش نفس الغلطه اللي عملها السنه اللي فاتت لما دخل فيهم هدفين في نص ساعه. فاندربروك بالفعل جه القاهره وعمل الزون ديفنس وما فكرش خالص انه يلعب على الاهلي ضغط عالي. ولما نبص على البورد هنلاقي ان توزيعه لعيبه الوداد كانت كلها تحت الكوره، يعني كله بيسيب الاهلي يحضر زي ما هو عايز، ما حدش يضغط ضغط عالي، واول ما يعدوا نص الملعب يا جماعه نبدا الضغط بتاعنا. مارسيل كولر كان واضح جدا ان هو متوقع هذا الامر، وكان واضح جدا 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 ان هو واخد قرار انا عايز اخلص الدنيا من هنا. ده بان فين؟ في الشوط الاول. النادي الاهلي في شكله الهجومي
لعب بطريقه اقرب ممكن نقول 4-1-4-1 في الشكل الهجومي. ديانج مأخر نفسه شويه عشان يحمي اي مساحه للهجمات المرتده، ومروان عطيه وحمدي فتحي عندهم حريه بالغه جدا 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 في الانطلاقات لغايه نص ملعب نادي الوداد، ومع الحريه الكامله للثنائي محمد هاني وعلي معلول. حتى كان في اوقات كتيره الاثنين يا محمد بيطيروا مع بعض، وده امر خطير جدا لما مدير فني في ماتش فاينل زي ده يقول الاثنين الفول باكس طيروا ومع بعض. يعني احنا متعودين ايه مثلا في ماتش بتاخر باك بتاخر واحد والتاني اتقل والتاني عينه عليه، بيقول له دايما المدرب بيقول له ايه، عينك على التاني، لو هو طار انت اثبت مكانك اثبت شويه، لو هو ثبت انت اطلع. الاثنين كانوا طالعين، والاهلي كان بيهاجم الوداد في بعض الاوقات ب 10 لعيبه. يبقى خلي بالك امتى في بدايه المباراه والنتيجه 0-0. فدي ببساطه تورينا النقطه اللي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها، ايه سبب تفوق النادي الاهلي فنيا على الوداد. الناس كلها كانت شايفه ان الاهلي متفوق فنيا المباراه لحد ما كانت وان سايد جيم طوال الشوط الاول ولغايه هدف كهربا الثاني في الدقيقه 59. ببساطه يا جماعه تفوق النادي الاهلي كان بيعود الى سرعه التمرير والتحرك بدون كره. بيرسي تاو وحسين الشحات بادئين المباراه ستريتشنج للملعب، واقفين على الخط فسحبين معاهم الفول باكس بتوع الوداد، فالوداد غصب عنه عشان الاثنين دول واقفين على الخط عامل ايه؟ فاتح الملعب جدا غصب عنه. هيعمل ايه؟ ما يقدرش يلعب من جوه، لو لعب من جوه هو ساب المساحه للثنائي اللي على الطرفين بتوع الاهلي ان هم يستلموا الكوره ويروحوا للمرمى ويعملوا مواقف واحد على واحد، ده خطر جدا. طب هل الوداد يتفاجئ بطريقه لعب الاهلي انه بيلعب على الاطراف؟ لان الوداد دايما بينجح انه يقفل المساحات ويقفل العمق. اه صحيح، وخلي بقى برافو عليك، ولو خدت بالك كمان ماتش سان داونز قبل حاله الطرد في كازابلانكا، قبل ما سان داونز يطرد له اللاعب ويبدا يلعب ب 10، حتى ان هو لما لعب 10 كان تحس ان الماتش متوازن، بس الوداد كان عارف ومارسيل كولر شايف ان سان داونز كان عايز يهاجم الوداد من العمق، فالوداد مسته لما انت بتهاجمه من العمق هو بيقدر يقفل، لان هو كمان اللعيبه عنده خبره، مكبر في السن بس خبره، بيعرفوا يتصرفوا، بيعرفوا يطلعوا من مواقف معينه. لكن لما اقول لهم تعالوا بقى نلعب ماتش بدني مع بعض وماتش جري وماتش مساحات، ده صعب، ان هو كده هيعمل ايه؟ انت ببساطه الفريق ده عامل عارف القماشه انت عمال تمزقها، عمال تجيبها يمين وتوديها شمال، تجيبها يمين وتوديها شمال، كل ده بعد تحرك عرضي. التحرك العرضي في الرياضه متعب اكتر بكتير من الطولي. التحرك الطولي وانت بتتحرك بالعرض اصعب اصعب بكتير جدا 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 انك تتحرك بالطول. وبالتالي بدا مارسيل كولر كل همه في وجهه نظري ان هو يعني التوفيق يبقى حالفه ان يجيب هدف مبكر، بس الاهم من ده ان لعيبه الوداد يخرجوا من الشوط الاول منهكين بدنيا تماما. الاهلي بالفعل عمل كل ده، وشفنا النادي الاهلي وصل في بعض الاوقات للشكل اللي انا هرسمه لك دلوقتي نص الملعب. بص المنظر بتاعنا كان واصل في بعض الاحيان لكده، ياسر ابراهيم وحمد عبد المنعم واقفين بالفعل عند منطقه نص الملعب وكله ساحب الوداد في نص ملعب، وبالتالي شفنا الوان سايد جيم هنتكلم عليه وهذا كم من الفرص اللي ضاعت في الشوط الاول لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى كللك بالهدف الاول في الدقيقه 46 او 47 من بيرسي تاو. نروح الشوط الثاني، لغايه دلوقتي انت التارجتس بتاعتك اتحققت، بس خد بالك برضو قبل ما نروح للشوط الثاني، نعم، الهدف اللي جه برضو تمريره في العمق، يعني الاهلي عرف يخترق من العمق برضو. الهدف الاول يعني كان التمريره اللي راحت لحسين الشحات، لا هو حسين عمل عرضيه، نعم، بس قبل التمرير قبل العرضيه حسين الكره جات له من العمق. مش مختلف، لا انا مش مختلف على ده، انا بكلم بس بتكلم في حته ايه، ان الاهلي كان اساسا عنده بخلاف، هو طبعا مش هو معظم الوقت بيختلط مع اطراف، ليه؟ ان انت عايز الهدف انك مش انت تجيب الجون من الاطراف، لا هو الهدف ان انت عايز تجهد الوداد، الوداد لازم ينهك تماما، لازم لياقته. وعايز اديك هنا مثلا برضو فكرتني بحاجه، دليل ان الوداد فعلا لياقته البدنيه فعلا اتاثرت. الشوط الاول نادي الوداد جات له هجمه مرتده في الدقيقه 41، الحسوني خد الكوره من على الطرف اليمين وانطلق وكان رايح ولوحده بكل بساطه، استلم الكوره ومفيش اي ضغط عليه، واول ما استلمها وقفت تحت رجليه راح عامل كوره عرضيه ملهاش اي معنى، راحت لمحمد راحت لمصطفى شوبير بكل سهوله. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ذهنيا مش قادر ان هو يقف ويرجع ويبص على مين. واضح جدا لعيبه الوداد فعلا تم انهاكها تماما في الشوط الاول. الهدف لما جه
دخل النادي الاهلي اوضه اللبس وهو متقدم بهدف افضل دفع بكتير من ان انت تخش وانت 0-0. طيب الشوط الثاني النادي الاهلي طبعا الوداد خلاص فاندنبروك اضطر ان هو يغير اسلوبه. قال لهم يا جماعه بصوا احنا لو فضلنا كده اكيد الاهلي هيجيب التاني بسهوله وهيجيب التالت بسهوله واحنا واقفين بنتفرج، احنا مضطرين نخاطر ان احنا محتاجين نهاجم. وبالفعل اول خمس دقائق من الشوط الثاني الوداد عن طريق المترجي من الجبهه اليسرى بتاعته سنحت له كذا فرصه بس لم يعني يوفقوا فيهم. النادي الاهلي بعد ما امتص الوداد اول خمس دقائق في الشوط الثاني بدا يرجع لنفس اسلوب الشوط الاول، ضغط عالي ونلعب بنفس التكتيك بتاعنا، وبالفعل قدر ان هو يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 59. لغايه الدقيقه 59 دي في وجهه نظري هي دي النقطه الفاصله في الماتش. ليه؟ بعد الدقيقه 60 لعبنا الاهلي متقدمين 2-0 والجهاز الفني شايف 2-0، بدا الفريق يرجع يلعب كوره الى حد ما يمكن وصفها بانها الحفاظ النتيجة على النتيجه. وقفنا والوداد بدا طبعا 2-0 مع ضغط اللعب مع كل شيء بدا ان هو يخرج من قواعده ويطلع. هنا عايز بس اقول حاجه عشان هي دي النقطه الوحيده، طبعا احنا عملنا تقريبا كل 90% من التاكتكس بتاعت النادي الاهلي كلها اتعملت صح في الماتش ده ما عدا حاجه واحده. دقيقه 60 يا محمد في خمس دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الاول، ده معناه ان اللاعبين 50 دقيقه في الشوط الاول. في وجهه نظري كان يجب على مارسيل كولر بعد الدقيقه 60 كان فعلا خلاص كهربا واضح جدا ان هو مظبوط خلاص بدنيا مش قادر، وعلي معلول كان عنده مشكله ان في التغطيه الدفاعيه حسين كان مركز في الهجوم اكتر ما مركز في الدفاع، وخط الوسط برضه لحد ما كان مركز في العمق اكتر ما مركز ان هو يعني يأمن مع طرف علي معلول. انا وجهه نظري الشخصيه ممكن الحاجه الوحيده نقول عليها غلطه حصلت في المباراه دي من الجهاز الفني للنادي الاهلي هو التاخر في التغييرات، والتغييرات ما كانتش هتبقى تغييرات تكتيكيه، احنا عارفين التغييرات ليها نوعين، تغيير تكتيكي او تغيير مركز بمركز. لا انت التكتيك بتاعك ناجح كويس وماشي كويس، انت مش محتاج تغيره. غيره ليه؟ هو اللي يغير، انا مش محتاج اغير حاجه، انا زي الفل انا ماشي كويس. كان لازم يتم ضخ دماء جديده في نص الملعب، او حتى احنا بص احنا متعودين كل الناس تقول مارسيل كولر من 65 بيتاخر في التغييرات، بس بنقول متاخر ايه؟ 65 70 ماكسيمم، ما عنديش 70 بصراحه. انما انت تسيب الفريق للدقيقه 85 ده معناه ايه بقى؟ 40 دقيقه في الشوط الثاني وعندك 50 دقيقه في الشوط الاول، يبقى كده كامل في اللعب قد ايه؟ ساعه ونص. ساعه ونص فعليا لعبوا ساعه ونص كوره وايه وضغط عالي، ساعه ونص بنضغط الوداد حتى لو شلنا 20 دقيقه منهم 70 دقيقه. طب 70 مين اللي كان ينزل؟ طيب لو انت بتتكلم في معلول وبتتكلم مثلا في كهربا، انا وجهه نظري انت كنت محتاج تنزل قندوسي وتنزل محمد شريف بشكل مبكر وتنزل احمد عبد القادر بشكل مبكر بحيث انك تعمل ايه؟ طبيعي يا محمد لما الوداد هيبدا يهاجم ويطير هيبقى في مساحات وراه اكيد، اللي يعمل لك الشغل ده البديل مش اللي في الملعب. مظبوط حرام عليه هو لسه مخزون بدني صعب، اللي في الملعب لما انت تديله يعني مهام جديده يعني هو انت مش حاسس احساسه هو، وبرده الجو كان فيه رطوبه يعني الماتش اتلعب في يوم اصلا عند درجه الحراره في مصر بقى لها كام يوم عاليه، واحنا كويسين بدنيا على فكره، بس برده اكيد مليون في الميه اداء حسين الشحات واداء بيرسي تاو في الدقيقه 70 او 80 مفيش فرقه مش زي الدقيقه 1 مفيش فريق في العالم يا كريم بيلعب 90 دقيقه بنفس النسق، لازم اكيد في توقيت معين بيهدى شويه. هي دي النقطه اللي انا في وجهه نظري كان يمكن ان احنا نحافظ بيها على رتمنا، كنا ممكن نسعى ان احنا نجيب الهدف الثالث والرابع. ليه؟ لا اللي انا كنت بقول لو تعبنا نفسنا النص ساعه دي افضل بكتير ما اقعد في القلق واروح هناك بشكل واتعب بقى في هناك، الماتش هيبقى متعب جدا. لو انت كنت رايح 3-0 غير لما تروح 2-1 غير لما تروح 2-0 حتى. يعني انا 2-0 بالنسبه لي قطعت اكتر من نص المشوار، 3-0 انا بقول لك على المستوى الشخصي، 3-0 الفاينل انتهى. الموضوع منتهي. الموضوع منتهي. عموما لسه عندنا جوله ثانيه ولسه في شوط ثاني ان شاء الله في كازابلانكا، وانا عندي ثقه وانت عندك ثقه الاهلي هيرجع ان شاء الله بالكاس. باذن الله. بالتوفيق يا رب للنادي الاهلي في رحله كازابلانكا والعوده بالاميره السمراء باذن الله ان شاء الله، النادي الاهلي يتوج ببطوله افريقيا هذه المره. وحلقه برنامج في كتفك يا اهلي من خلال جي ال سي ويلا كوره حاولنا قدر الامكان نقرب من كل التفاصيل قبل الاستعداد للقاء العوده. شكرا لحضراتكم،
وإلى اللقاء.